خلال الأيام الأخيرة يعيش المغرب موجة برد قارس تزامنا مع فصل الشتاء الذي يمر مختلفا عن السنوات القريبة الماضية هذه السنة. الأغلبية من المواطنين خلال هذه الفترة من العام يصابون بنزلات برد حادة تؤدي بالبعض منهم إلى وعكة صحية صعبة أحيانا. في كل سنة تقريبا في شهر شتنبر كندير الفاكسان كوقاية للبرد، يعني أنا مصاب عندي مشكلة الحساسية. بالنسبة للبرد قلت لك بنادم خصو يدير دراي، يدير له مثومة مع زيت البلدية، دير شوية ديال هذا ديال البلبولات الشعير مع شوية ديال الثانوج مع شوية ديال الحلبة زويسة بلدية، والثومة حتى هي كتدخل في هذا يعني في هذا الأكلة. وبالنسبة للبرد خصك تكبتي ضروري، لأن البرد صعيب، وهذا العام بالأخص هذا العام جا صعيب 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 بزاف كاع. عدد من التدابير الوقائية والصحية المختلفة التي ينصح بها من طرف عموم الناس كاللباس الثقيل وأيضا تناول بعض الأغذية التي تجعل الجسم دافئا طوال اليوم. إضافة إلى ذلك هناك بعض النصائح الشخصية التي ينصح بها الأطباء المختصين. صعيب باش تكون وقاية مكين وقاية قبل فصل الشتاء، يخصو يعني واحد الجلبة ديال الرواح اللي تسمى الغريب، هذه من احسن كتكثر المناعه ديال الجسم باش ما يتصابش الواحد بداك الامراض اللي كتجي في هذه الفصله هذه. ملي تيكون الواحد فواحد الموضع سخون وكيخرج لهذا البرد، الجسم ديالو كيكون المناعه ديالو ناقصه. لتفادي الإصابة بالزكام الحاد يمكن للفرد أخذ حقنة مضادة للإصابة بنزلة البرد الحادة، وذلك كل حسب مناعته ودرجة مقاومته للمرض وحرارة الجو المتقلبة.